السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة نتكلم عن تفاصيل الكورس الجديد، وردا على سؤالي ده دايما بيجي: امتى الكورس الجديد؟ امتى الكورس الجديد؟ الأول نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثانيا، كل سنة وحضراتكم طيبين. شهر رجب انتصف إن شاء الله، ودخلنا على شهر شعبان، واقترب شهر الخير والبركة واليمن والبركات، اللهم أمين. ثالثا، نعمل لايك يا جماعة لو سمحتوا، ونركز في الكلمتين اللي هقولهم دول. موضوع الكورس وامتى الكورس. انا وجدت فكره جيده جدا ولقت قبولا جيدا، اللي هي كورس اليوم الواحد. كورس اليوم الواحد بيبقى عباره عن يوم واحد بعمل فيه فيديوهات مخصصه في حاجه معينه او نوع معين من الملابس، زي كورس اليوم الواحد لملابس الاطفال، وهتلاقوه موجود في قائمه التشغيل. ومجرد ما تكتبي في اليوتيوب على البحث كورس اليوم الواحد لملابس الاطفال ام عبد الرحمن، هيطلع لك على طول. عباره عن 3 فيديوهات بيخلوك تعملي اي فستان طفله في اقل وقت، وبمنتهى التفاصيل وبمنتهى الدقه، والوقت الممل والتفاصيل المملة كمان. طيب، كورس اليوم الواحد اللي جاي ان شاء الله هيبقى عباره عن البنطلون الاولادي او البناتي، وبنطلون الجيبه، يعني البنطلون وبنطلون الجيبه اللي هو البنطلون الواسع. مفيش تليجرام، مفيش واتس، مفيش اي حاجه. طب وده ازاي؟ وده يبقى كورس. هقول لكم على حاجه من خلال تجربتي في سنه واكتر من سنه وانا بعمل كورس تليجرام المجاني، وبعمل مجموعه على التليجرام. انا عايزه اقول لكم ان هي مجموعه مش ناجحه بالمره، او عايزه اقول ان هي مش هقول مش ناجحه، لكن في ناس كتير استفادت منها وناس كتير اشتغلت منها، ولكن هقول ان هي استخدمت استخدام خاطئ جدا. يعني ايه استخدمت استخدام خاطئ؟ يعني كان بيدخل الجروب حوالي 500 عضوه، تمام، بيتفاعل معايا 10 او 20 او نقول 30 بالكتير، ولو اني ما وصلتش للرقم ده. وبقيه الرقم 470 عدوه كانوا بيدخلوا يشوفوا الفيديوهات او يشوفوا الكورس وينفذوه ويعملوه مع نفسهم، وما يدخلوش حتى يعملوا لايك على الفيديو او يقدروا الفيديو باي نوع من التقدير. بصراحه ما حصلش اي فرق في جروب التليجرام من عدمه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كنت بنزل الفيديو على اليوتيوب كان بيعمل نسبه لايك 200 لايك 300 لايك، واللي كان معايا في التليجرام 500 عدوه. فاذا مش ال 500 عدوه اللي اتفعلوا، تمام، هما اصلا ما اتفعلوش، فبالتالي انا ما اقدرش اقول ان المشاهدات دي. طيب، لو ال 200 دول عملوا لايك هنقول ان هما جزء من جروب التليجرام، ال 300 باقيين فين؟ طب الناس العاديه اللي ما دخلتش اصلا التليجرام فين؟ فما كانش بيبقى فيه تفاعل، ولكن كان بيبقى نوع من الارتباط اللي هقول الارتباط الجبري، انه انت لازم عملتي جروب تليجرام لازم تكوني متواجده. بس بتدخلي يعني تلاقي واحده او اثنين او ثلاثه نفذوا التطبيق، يعني بياخدوا من وقتك وانت مش قادره حتى تساعد الباقي. انتوا فاهمين ازاي؟ في مجموعه كبيره ما دخلتش جروب التليجرام، ما عندهاش تليجرام، وعايزه حد يرد على التعليق بتاعها، عايزه حد يجاوبها على الاسئله اللي هي عايزاها، ما فيش، لانه انا ارتبطت بتليجرام، تمام؟ اذا انا مفيش استفاده من موضوع التليجرام، ماشي. فانا مش معناه انه انا تخليت عن الموضوع او لا، انا شايفه انه استفادتك من اليوتيوب اكبر بكتير جدا 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 من انك عملك جروب تليجرام بتدخلي تبصي تشوف الفيديو تطلعي مش مقدره حتى التعب اللي فيه، تمام. طيب، انا بشوف الفيديو على اليوتيوب، انا بنفذه، انا نجحت مع نفسي، انا عملت خطوه، انا برافو عليا، انا نفذت ونجحت، انا هكتب لام عبد الرحمن ان انا نفذت ونجحت، تمام. ده انا شايفه انه افضل بكتير. طيب، انا عايزه اوري لام عبد الرحمن الصوره. اول حاجه اللي انا عملتها، انا متواجده على الفيسبوك بشكل مستمر، يعني بصراحه عندي اكتر من ايميل ومتواجده، وعندي الجروب باسم القناه اسمه خياطه وتدبير واعاده تدبير. المفروض ان في حد بيطبق نموذج فبينزله بوست على الجروب ده، وكلنا بنجاوب عليه، وكلنا بنقول التصحيح بتاعه ايه الصح وايه الغلط، ومجموعه من الادمنز ممتازه جدا ورائعه بصراحه ما بيسيبوش اي تطبيق بدون ابداء رايهم فيه، تمام. فبالتالي ده افضل وتوفيرا للوقت. فعشان الناس اللي واخده على خاطرها جامد جدا جدا وفاكره ان ام عبد الرحمن تخلت عنها وام عبد الرحمن مش هتعمل جروب تليجرام، جروب تليجرام ما كانش بالشكل الايجابي اللي انا توقعته خالص. وانا شايفه ان الافاده من اليوتيوب اقوى واكبر. التواصل معايا هتلاقوني على الفيسبوك بنفس الجروب خياطه وتدبير واعاده تدوير، وده هيكون افضل بكتير. الكورس الجديد، الكورس اللي جاي انا بجاوب على كل الاسئله اهو، اعملوا لايك اذا سمحتوا. الكورس الجديد او الكورس اللي هيتعمل يومين الجاي هو كورس البنطلون الاولادي او البناتي والجيب شورت اللي هو البنطلون الواسع جدا، تمام. افضل
ان انتوا تستفيدوا من خلال اليوتيوب وتعملوا التطبيق بنفسكم. ولو مشيتوا ورا الفيديو خطوه خطوه تاكدي انك هتنجزي وهتعملي بمنتهى التفاصيل، لان في موضوع الكورس ده بالذات يعني ممكن يبقى بنطلون انا ممكن اعمله في فيديو واحد، لكن انا بسلسله لك على 3 او 4 فيديوهات بحيث انه ياخد كل المعلومات وما فوتش فيه ولا ثغره صغيره، يعني الافاده موجوده ان شاء الله. يعني اتمنى يكون اللي انا عايزه اقوله وصل لكم من غير ما حد يزعل، بدون ما حد يعني يفهم غلط. الموضوع يا جماعه كان زي ما بقول لكم بالظبط، ما كانش فيه اي تقدير، انا مش جاي اقول لكم دلوقتي تفعلوا اعملوا لايكات اعملوا حاجات، لا انا خلاص يعني الموضوع ده سايباه زي ما بيقولوا لكل واحد وتقديره الشخصي لرقيكم لاخلاقكم لتقديركم لهذا الشخص اللي هو تعب في الفيديو اللي عمل مجهود. انا سايب خلاص سايب الموضوع لكده، ولكن بيني وبين نفسي انا بعمل اللي بيملي عليا ضميري وبعمل اللي يعني يكون في صحيفتي شيء مشرف ليا ولولادي لزوجي، شيء مشرف قدام ربنا، ده اهم حاجه. فانا ده اللي انا بعمله، اي حاجه تانية متروكه لتقديركم الشخصي. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. عايزه اقول لكم تابعوا كورسات هي موجوده، اكتبوا على اليوتيوب كورس كذا كذا او طريقه كذا كذا جنبها ام عبد الرحمن هيطلع لك الفيديو ان شاء الله. عايزه في تعليقاتكم يعني احس انه انتم تفهمتوا الموضوع وتقولوا الاسئله اللي انتم عايزينها. كل فتره هشوف الاسئله هعمل اجوبه عليها تاني، بنوه وزي كل مره مش بسيب التعليقات بتاعتكم، مش بطنش الاسئله بتاعتكم، بالعكس انا بشوفها. ولكن في اسئله ما ينفعش اجاوب عليها في تعليق، تمام؟ في اسئله يا جماعه صعب الاجابه عنها في تعليق، تمام؟ لما تقولي لي انا عملت مدير الامر وكذا كذا كذا، لا انا ببقى محتاجه اشوف صورته، محتاجه اشوف الاخطاء اللي حصلت معاكي، فصعب الرد. لكن انا موجوده على الفيسبوك على خيط وتدبير واعاده تدوير، والجروب بتاعنا التاني اسمه دبري ووفري وعيشيها صح، ده عشان روتينات وعشان الحاجات المفيدة ان شاء الله، والتدبير والمنزلي والاقتصاد وكل حاجة قبل رمضان ان شاء الله. فبالتالي انا بشوف تعليقاتكم وبفرح بها جدا، وكل الاسئلة بجاوبها على قد ما اقدر. وعايزين نراعي ان هما قناتين يا جماعة الحمد لله، وده من فضل ربنا، فالاسئلة بتبقى كتير والتعليقات بتبقى كتير جدا، تمام؟ ان شاء الله هخصص يوم في الاسبوع هيكون بس مباشر على القناه دي والقناه بتاعتنا الثانيه الخيط اسهل مع ام عبد الرحمن، عشان نقدر نجاوب على كل الاسئله. يعني احب ان انت كل يوم تكتبي السؤال اللي انت عايزه تكتبيه وتجمعيه، بحيث اننا نحدد يوم ثابت انتوا هتختاروه للبث المباشر نجاوب فيه على كل الاسئله ان شاء الله. اتمنى اني ما اكونش اطلت عليكم وجاوبت على كل الاسئله اللي انتوا عايزينها. وانا عايزه اقول لكم على حاجه، موضوع الواتس يا جماعه في ناس كتير معاها رقم الواتس وانا ما بردش عليه، لانه معرفش هو في فرق توقيت ولا معرفش هو ازاي، لكن انا احيانا بتجيلي اسئله على الواتس ساعه 1:30 بعد منتصف الليل، وده ميعاد غير لائق خالص خالص. فعشان كده انا ما بردش. ساعات بتيجي مكالمات خاطئه ما بردش، ساعات على الواتس بتيجي حاجات لا اخلاقيه بالمره فما بردش. في اعتقاد كده انه ام عبد الرحمن ممكن على طول مجرد ما نبعت لها فلو ما ردتش نقول لها شكرا على قله الذوق. انا مش عايزه اقول لكم حاجه، ولكن قدري ان انت مثلا في بيتك مع اولادك مشغوله بحاجه، شيء من الطبيعي جدا انه لما ارن عليكي، انا مثلا لما رنيت عليكي وانت مشغوله طبيعي مش هتردي، تمام؟ انتوا فاهمين ازاي؟ فما ينفعش اتهمك بقله الذوق وانا اصلا ما اعرفكيش، ما ينفعش اقول لك والله شكرا قوي على قله الذوق، لا مش كده الحكايه، انه لازم اختار الميعاد المناسب. لما الاقي حد بيرن عليا الساعه 6 الصبح ما بردش، بلاقي حد بيرن عليا الساعه 1:30 بالليل ما بردش طبعا، مشغوله او في مشوار بره، كل دي حاجات بتحصل معاكم زي ما بتحصل معايا، فهي انا مش شايفه ان فيها حاجه غريبه. يعني اتمنى ان احنا يعني التمس لاخيك 70 عذرا، واتمنى ان احنا نكون متحابين وفي الخير يا رب، متجمعين في الخير. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.